مساء الخير واهلا بحضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناة سي تي في وبرنامج في النور في كل مكان. مساء الفل والجمال دايما على حضراتكم. النهاردة حلقة الحد 24 سبتمبر 2023. خلاص ايام قليلة كده وتخش المدارس واجواء الشتاء وعايزين نخش بطاقة ايجابية. هيرجع حد، انا سامع حد بيقول لي طاقة ايجابية ايه بس في اللي احنا فيه ده؟ مدارس ودروس ومصاريف والاسعار. ما هو انت لو ما اديتش نفسك طاقة ايجابية مش هتعرف تكمل، وانت الخسران. في صيف، في شتاء، في اسعار، في ضغوط، لازم تخلق لنفسك الامل ولازم تخلق لنفسك الطاقة الايجابية عشان تقدر تعمل واجبك. كنت طالب، كنت اب، كنت ام، كنت طفل، كنت كبير، لازم تخلق لنفسك اجواء ايجابية عشان تعمل وظائفك، لان لو عملت العكس انت الخسران. انا راجل صاحب عمارة، مش انا يعني، انا كمواطن مصري عندي فيها 8 شقق. العمارة دي مبنية من 60 سنة، من 50 سنة. ايجار الشقة، في شقة ايجارها 10، وفي شقة ايجارها 15، وفي شقة ايجارها 20، وفي شقة ايجارها 25. العمارة دي بتجيب لي تقريبا يعني 200 300 400 جنيه في الشهر وانا عندي عمارة. هل ده واقعي مع الايام اللي احنا فيها دي؟ سؤال. طيب انا راجل مستأجر شقة في عمارة واخدها سنة حاجة و60 حاجة و70 حاجة و80، بدفع 40 50 جنيه ايجار، وصاحب العمارة عايز يزود عليا القيمة الإيجارية ويحط لي رقم كبير في ظل الأسعار اللي احنا فيها دي وفي ظل الضغوط اللي احنا فيها دي اللي بنواجهها. طب هل ده ينفع؟ سؤال. ما بين العلاقة ما بين الملك والمستأجر موضوع بقاله فترة، بقى في محاكم وقوانين وإجراءات وصراعات. ده عنده حق وده عنده حق، ده معاه أسانيده وده معاه أسانيده، وفي حاجة تانية كمان في النص، العقار نفسه ساعات بيتبهدل لأن مصاريف صيانة العقار تايهة بين الاتنين. ففي الآخر أصبح عندي المشهد إيه؟ ثروة عقارية مهددة، عدد وحدات مش قليل، عدد وحدات كبير، وفي الآخر ده خسران وده خسران، وإجمالي الثروة العقارية بتاعتنا فيها مشاكل. إمتى هتتظبط بقى الموضوع ده؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنطرحه في الفقرة بتاعتنا الأساسية في الحلقة، العلاقة ما بين الملك والمستأجر. والسؤال اللي هنطرحه لحضراتكم دلوقتي على الشاشة، إمتى تنتهي أزمة الإيجار القديم والصراع المستمر بين الملك والمستأجر اللي في كل محافظات مصر؟ السؤال قدام حضراتكم، عايزين إجابتكم على السؤال ونعرف آرائكم زي ما احنا متعودين معاكم دايما بالكيو آر كود اللي بيظهر على الشاشة. هتخشوا على صفحتنا سي تي في إيجيبت على الفيسبوك، تعليقاتكم، افكاركم، مشاركتكم بتشجعنا دايما ان احنا نكمل معاكم في كل الموضوعات اللي بتهمكم ونكون معاكم دايما في النور. طول الحلقه هنروح ونيجي معاكم في الاسئله دي، وعندنا فقره مهمه جدا هنفتح فيها التليفونات، خليكم معانا. مستني اسمع تعليقاتكم على هذا السؤال في هذه القضيه المهمه والحيويه. طيب تعالوا نروح بقى لاخبار النهارده، واخبار النهارده عندي مقترحين برلمانيين مقدمينهم اثنين من عضوات مجلس النواب المصري او البرلمان المصري. المقترح الاول وجهته العضوة امال عبد الحميد بالطالب بعودة الضرب بالعصا في المدارس. ايوه زي ما حضرتك سمعت كده بالظبط، العضوة امال عبد الحميد بالطالب ان يرجع الضرب تاني في المدارس. اللي من جيلي والاجيال القديمة والاجيال القريبة شوية واللي بعديه عارفين الخرزانة اللي كان بيتلف عليها بكرة الشكرتون، وتبقى عريضة، تبقى رفيعة، تبقى طويلة، تبقى قصيرة عشان تلسوع بقى في الطابور، في طلوع الطابور، جوه الفصل، بره الفصل، بتنط من على السور، جاي متأخر، القصة دي كلها. ده كان وقت بيتم فيه الكلام ده وكان مقبول. النهاردة عضوة مجلس النواب قالت إن إحنا عندنا مشاكل في التربية، عندنا مشاكل في المدارس، عندنا مشاكل في هيبة المدرس، فالقصة إن يرجع ده الضرب للمدارس، العضوة أمال عبد الحميد. طيب إذا كنا ما ننفعش يا فندم إن إحنا نضرب ولادنا في البيت مش بعصاية، حتى نعنف ولادنا بطريقة جامدة في البيت في 2023، فهل ينفع في المدرسة إن أنا أتعامل مع الطلبة وسط هذا التغيير الهائل بحاجة كنت بتعامل بيها من 25 ولا من 30 سنة ونرجع لورا كمان؟ هل ده صح؟ هل الاقتراح ده صح؟ طيب للتعليق على هذا المقترح، طبعا انا مش هروح للمقترح الثاني غير لما نسمع برضو راي المتخصصين في هذا المقترح، بين قوسين من وجهه نظري انا يعني، ممكن ناس تتفق معاه
انا شايف ان هو غريب. معنا دكتورة إيلاريا عاطف الخبيرة التربوية للتعليق على هذا الخبر. دكتورة إيلاريا اهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ايه راي حضرتك في المقترح البرلماني المقدم؟ هو صدمة. انا في الاول توقعت انه الخبر مش حقيقي او انه الاعلان ده مش في 2023. وبعدين لما رجعت للخبر لقيته صحيح فصدمت بصراحة. يعني احنا كده في منطقة تانية خالص غير اللي احنا بنستهدفها. احنا بنعد طالب قادر على مواجهة تحديات العصر ولا بنعد طالب محتاج يخاف من العصاية؟ يعني انا بصراحة استغربت جدا من تعليق الاستاذ امين عبد الحميد، وشكيت للحظة كده ان الخبر مواكب من اللي احنا بنعيشه دلوقتي. من ضمن الاشاعات يعني اللي بتطلع هو اشاعة، خدتيه في نطاق الاشاعة. انا توقعت كده صدقني، وحتى قلت لا اتأكد مرة واثنين وثلاثة، لكن للأسف لقيت الخبر صح فحزنت حزن شديد جدا. طب هي عندها اسانيد يا دكتور إيلاريا، بتقول ان هبت المعلم والمدرسه يعني نرد على الاسانيد دي بايه؟ يعني انا برضو بتناقش مع حضرتك. هي العصا ممكن ترجع هيبه المعلم؟ لا، هي كلمه العصا لمن عصى دي خلاص راح وقتها، ما اقدرش اتكلم فيها. يعني هيبه المعلم محتاج المعلم نفسه يقدر يكون بيمتلك ادواته التربويه عشان يقدر يتعامل مع طالب في القرن الواحد والعشرين. ما ينفعش امتلك ادوات العقاب بالشكل البدني. انا بشكل وجدان طالب بعد 10 سنين هيبقى هو المستقبل. هل المستقبل اللي انا بشكله دلوقتي اشكله بعصا؟ اعتقد ده امر يعني صعب جدا تنفيذه، وصعب جدا حد يسمع. انا يعني انا مستغربه ان حاجه زي كده تتناقش. طبعا يعني ده احنا حتى في البيت الحقيقي. يا دكتور احنا في البيت ما بنتعاملش مع ولادنا، يعني حتى الزعيق بيبقى بحكمه وتوجيه، وفكره الضرب جوه البيوت دي وعفوا يعني في التعبير واستخدام الـ يعني الحاجات بتاعت زمان، ابو ورده بتاع زمان ده اصبح مش موجود مع هذه الاجيال ويجيب نتائج عكسيه خالص اطلاقا اطلاقا. احنا يعني ناهيك على ان احنا بندور على التربيه الحديثه، احنا برضو لسه شرقيين وبنبص لاولادنا وبيفهمونا من البصه والكلام ده، بس ما بنمدش ايدينا على اولادنا. ايوه، فهنمد ايدينا على الطلبه بتوعنا؟ طيب لا 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 لا، طب انا مش مستوعبه. طيب انا برضو يعني متفق مع حضرتك في الراي، وهكون منحاز لراي حضرتك، وده انا اعلنته بكل وضوح من بدايه عرضي للمقترح. لكن احنا لو عايزين بقى نتكلم في حل عملي، يعني برضو في جزء قالته سياده النائبه مهم، ازاي هل انا عندي لوائح في التربيه والتعليم اقدر ارجع هيبه المعلم جوه المدرسه بقوه زمان، بحيث يبقى هو مؤثر تربويا قبل ما يبقى تعليميا؟ خلينا نقول بقى ان دكتور رضا حجاوي وزير التربيه والتعليم اصدر قراره في رقم 187 ليوم 21 سبتمبر سنه 23. القرار ده خاص باللائحه الخاصه بالانضباط المدرسي بمراحل التعليم ما قبل الجامعه. هو ظاهر يعني معانا على الشاشه يا فندم. تمام. نعم؟ ظاهر معانا على الشاشه، مع حضرتك اتفضلي. تمام، عظيم جدا. لائحه الانضباط المدرسي لائحه تضمنت كل صغيرة وكبيرة تضبط العملية التعليمية من أول احترام الطالب للزي المدرسي، احترام الطالب لزمايله، احترام الطالب للمعلم. وضعت اللائحة، مش هقول عليها عقوبات لكنها لائحة يعني فيها نظام، وضعت كل اللي ممكن يحصل داخل الفصل، وبدأت تحط له ضوابط موضوعية، وتم احكامها بمقياس ومعيار دقيق جدا جدا جدا. يعني لو انا مثلا اتكلمت على الغياب من الحصه، اللائحه عملت له معالجه من درجه اولى وثانيه وثالثه. مثلا على سبيل المثال الهروب من المدرسه نفس الكلام، اللائحه ذكرته. تعامل الطالب مع زميله، تعامل الطالب مع المعلم، العنف اللفظي ضد الطالب، العنف البدني، كل ده موجود جوه اللائحه. طيب. انا بدعو الاستاذه امال عبد الحميد لقراءه اللائحه اللي تم اصدارها يوم 21 سبتمبر. مدى الالتزام بتنفيذها يا دكتور إيلاريا، حضرتك شايفه ان احنا عندنا قوانين رائعه، بس هو التنفيذ يا دكتور، التنفيذ فيه مشكله. التنفيذ بيقع على كاهل المدرسه. دلوقتي انا لو انا عندي اداره حكيمه واداره واعيه وقياده تربويه حقيقيه،
وعندي ولي امر متعاون بشكل كبير جدا، ايوه، يبقى اكيد الطالب هيطلع بالضبط. هو دورين مكملين لبعض، المدرسه والبيت. دي حقيقه. فكل المدارس المفروض تعمل اجتماع باولياء الامور جمعيه عموميه لمجلس مجلس الاباء، ايوه تمام، وبتعرض عليه اللائحه وبتقول له خد بالك انت هتساعدني في تربيه ابنك، انا وحضرتك شركاء في اعداد هذا النشأ، يبقى انا هوري حضرتك كولي امر وهعرض عليك اللائحه عشان تكون انت شريك اساسي معايا في تربيه هذا الطفل. تمام. ويتم عرض اللائحه وتصويرها ووضعها في كل الفصول الدراسيه علشان يبقى عند ولي الامر علم بيها في اجتماع مجلس الاباء. الطالب قدام عينه اللائحه موجوده في كل الفصول. تمام. عشان المعلم هيرشد وهيدي النقطه. تمام. في الاخر هيطبق اللائحه. تمام. تمام دكتوره إيلاريا، فعلا موضوع محتاج دور من المدرسه ودور من البيت تكاملي زي ما حضرتك وضحت لنا. بنشكر حضرتك دكتوره إيلاريا عاطف الخبيره التربويه، شكرا جزيلا. طبعا مقترح غريب يعني. المقترح الثاني مع كامل احترامنا طبعا لسياده النائبه، ولكن برضو يعني في مقترحات بتقال لازم نرد عليها ولازم نناقشها ولازم نفندها، لان مش اي كلام بيتقال يا جماعه، لازم برضو الدنيا يعني يبقى فيها نوع من الواقعيه، خلينا نقول الواقعيه. طيب المقترح الثاني بقى فيه نوع من الواقعيه، ليه بقى؟ لان بيواجه مشكله تحرك برلماني عاجل بسبب اقامه مهرجان السجائر الالكترونيه الفيب الجديده دي اللي بيشربوها وعلى شكل حاجات صغيره وكبيره واقلام وفلاشات وحاجات كده يعني، ده بالنسبه اللي بيشربها يعني. فين بقى؟ في حديقه الطفل. حديقه الطفل اللي في مدينه نصر. يعني حديقة الطفل اللي الدولة عاملاها عشان يبقى فيها أنشطة ثقافية علمية تربوية ترفيهية محلات أكل لعب شرب، إحنا نعمل فيها مهرجان أو هيتعمل فيها مهرجان للسجائر الإلكترونية. النهاردة قدمت النائبة سميرة الجزار سؤال للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيه سؤال لمعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية. في مهرجان شهري بيتعمل للسجائر الإلكترونية المعروفة باسم الفيب، مؤكدة عدم قانونية إقامة مهرجان خاص بالسجائر الإلكترونية من الأساس. كويس. والمكان بقى من غير المقبول ومن غير اللائق ان ده يتم في حديقه الطفل. سياده النائبه قالت ايه؟ طبقا للاتفاقيه الاطاريه لمكافحه التبغ فان الدعايه والرعايه والاعلان ممنوعين في مصر بحكم القانون. نمره واحد. نمره اتنين بتتساءل من المسؤول الذي اصدر هذا التصريح؟ فين رقابه وزاره الصحه؟ ثلاثه، اربعه، وزاره التنميه المحليه. سياده النائبه يعني او النائبه عفوا يعني أنا عايز أقول لحضرتك الله ينور عليكي سيادة النائبة سميرة الجزار وأهلا بيكي معانا على الهواء. أهلا بحضرتك. ده الدور اللي احنا منتظرينه من نوابنا وتحرك عاجل في موضوع زي ده، نسمع من حضرتك تفاصيل أكتر يا فندم. يعني هو طبعا التفصيل الأساسية طبعا إن هو حاجة إقامة مهرجان زي ده للسجائر الإلكترونية غير قانوني. تمام. نتيجة إن إحنا عندنا قانون بكده هو بجانب الاتفاقية الإطارية اللي حضرتك قلت عليها. تمام يا فندم. منع الدعاية والرعاية والإعلام ممنوعين في مصر بحكم القانون. فإزاي صدر قرار أو تصريح للمهرجان دهوت بعمله؟ يعني أنا مستغربة جدا. وبعدين غير كده وغير كده هو ليه في حديقة وحديقة عامة والجزء المخصص للأطفال اللي هم كمان اللي فيه حق الرؤية للأطفال والوالدين المنتظرين. أيوة يا فندم. أيوة. في المكان ده. أيوة. بيوصل تقريبا 1700 شخص موجودين في المكان ده في ده حضرتك اللي معمول فيه المهرجان. فإزاي ما هو باين يا فندم. ده حضرتك أثرتي نقطة في منتهى الأهمية. أنا عندي أطفال في خلافات زوجيه بين الاب والام، ده دي لوحديها مشكله كبيره والدوله بتتحرك فيها والقوانين، فالولاد يعني بتبقى ما بين الاب والام اللي بيتنازعوا، الولاد بتضيع تربويا. انا بقى المكان اللي هم مفروض يقابلوا فيه ابوهم او يشوفهم فيه في حق الرؤيه، انا بعمل لهم فيه بقى بزود عفوا يعني في اللفظ بزيد الطينه بله، يعني بعمل مهرجان للسجائر الالكترونيه، فدي كارثه كارثه.
ده غير كمان ان انا بضر المواطن، بضر العيله نفسها او الاسره نفسها، بضر المجتمع كله بحاجه زي كده. فده ما ينفعش، ما ينفعش ان انا ابقى رقيبه او في مجلس تشريعي ورقابي اوافق على حاجه حتى زي دي، هي لازم امنعها. والقانون يا فندم بيجرم السجاير العادية، ما بال حضرتك بالسجائر الإلكترونية؟ هل بتعامل نفس معاملة السجائر العادية قانونا؟ كلها كله مكتوب عليه ممنوع التدخين، ممنوع وضار بالصحة، كله مكتوب عليه، حتى الشيشة الدخان بتاع الشيشة كمان مكتوب عليه كده. تمام يا فندم، كل الحاجات دي مكتوب عليه لأنها أصلا ممنوعة، احنا مضينا على اتفاقية كده. يستحيل ان انا اقدر اتراجع وان انا ما اطبقش القانون في حاجه زي دي. طيب يا فندم، هو المهرجان ده انت عندك الزيوت المستخدمه في البيت ده هو، انت الاماكن الزيوت دي فين؟ ده منظرها اصلا غير معلوم. أيوه. في مدير الصناعه. ايوه، هي ديت اصلا هي صالحه للاستهلاك الادمي اصلا ولا لا؟ دي كارثه ثانيه، دي قضيه ثانيه يا فندم. الشباب دلوقتي هم اللي بيستعملوا الزيوت وبيستعملوا الحاجات الثانيه، السجائر الالكترونيه كلها. سيادة النائبة، خليني أسأل حضرتك سؤال، هل بالفعل تم أكتر من مرة عمل المهرجان في نفس المكان؟ طيب المهرجان ده بيتعمل أيام إيه أو بيبتدي أيام إيه طالما هو مهرجان شهري؟ يعني أنا مش عارفة بالظبط، يعني عشان يعني فعلا الموضوع محتاج تحرك عاجل ومن كل الجهات اللي حضرتك قلتيها، لأن يعني إحنا كده يعني اللي بنبنيه باليمين مش بنهده، ده إحنا بنهده وبندفنه وبنردم عليه. والرياضه احنا عندنا واضح ان ده كان السنه اللي فاتت كمان، المجتمع بتاعنا 60% منه شباب واطفال. فين ده؟ احنا كده بندمر شبابنا. طبعا بندمر صحته. هو يعني برضه يا فندم فين جهاز المستهلك، حمايه المستهلك وصندوق مكافحه الادمان؟ مين صرح للناس دي؟ مجلس الطفوله. ومين صرح لهم يروحوا في حديقه الطفل يعملوا الكلام ده؟ مين اللي صرح؟ ما هو مين يعني، واذا كانت فاتت يعني احنا عارفين في اكتر من مسؤول، اذا كانت فاتت على مسؤول فهي فاتت على التاني، ده احنا بنتكلم يا جماعه يعني في حاجات منطقيه، في حاجات لوجيك جدا، في بدائيات. يعني انا بصراحه مستغربه جدا لان دي حديقه عامه وحديقه يعني المفروض ان هي للجميع، فلما يتعمل حاجه زي دي يعني ده بموافقه الدوله. احنا محتاجين يا فندم، احنا محتاجين رد رسمي من معالي محافظ القاهرة على هذا الموضوع، واللي سمح للناس دي لازم يكون في وقفة، ووقفة شديدة حتى لا يتكرر هذا الامر، وحتى يكون في ردع قوي. احنا بنتكلم على حاجة كارثة طبعا. عشان كده هو انا يعني وجهت سؤالي ده لرئيس الوزراء بس، لان انا بصراحه اداء الوزراء مش مريحني الفتره اللي فاتت دي كلها. تمام يا فندم، بالنسبه لمواضيع جامه يعني، لكن هقول ايه؟ تمام يا فندم، احنا بتكون بصحه المواطنين. احنا من جانبنا يا فندم بنشكر حضرتك اولا، وبنضم صوتنا لصوتك لكل المسؤولين بدءا من معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكل الساده الوزراء، وطبعا محافظ القاهره، للوقوف بشده وبقوه وبصرامه قدام هذا المنظر المغزي. حديقه عامه وبيتم فيها لقاءات الاب اللي ما بيشوفش ابنه عشان مش عارف يشوفه البيت عشان منفصل عن مامته، فانا بقول له انت يعني عندك مشكله حبيبي بين باباك ومامتك، خد بقى بص خد لك نفسين وانسى. انا اسف ان انا بقول كده، بس هي ملهاش تعليق غير كده يعني، سامحوني، هي ملهاش تعليق غير كده يعني. بص يعني بص انا بشجعك كمان انك انت بلا بابا بلا ماما، مع احترامي يعني للكلام، بس موقف مستفز يعني. شكرا معالي النائبه على هذا التحرك. عندنا خبر تاني خاص بعذروني يعني، لان الموضوع بصراحه مستفز بجد يعني، الواحد برضو بيبص كاب وك طيب قبل ما نروح للخبر بتاع وزارة التربية والتعليم، تعالوا نشوف السؤال اللي احنا طرحناه والمشاهدين. أستاذ عادل غنين بيقول ستحل هذه المشكلة تلقائيا، لأن معظم قاطني الشقق حاليا من أبناء المستأجرين الأصليين وهم في أواخر الأربعينات أو الخمسينات، وسوف تنتقل الشقق دي إلى وفاتهم. برضه يا فندم مش دايما، وفي عقود يعني، ربنا يدي الناس طول العمر، أنا مش هستني الوفيات، ولكنه رأي يعني، كل الاحترام والتقدير لي. مساء الفل عليك أستاذ شنودة، كل مشاهدي سي تي في، لأن لازم الإيجار القديم يزيد، لأنه في ناس صاحب أملاك مصدومين فعلا، إحنا معاهم، ولازم يكون في مراعاة للطرفين. برضو معانا
أستاذ جرجس بيقول لازم أصحاب الملاك يتراعوا، أستاذة إستر بتقول لازم الإيجار الشهري يعدي 1000 جنيه، ونجد أن الإيجار القديم 50 جنيه شهريا اللي هو القانون الجديد، فبيقول ما فيش توازن بين ده وبين ده، قافلين الشقق وعندهم شقق تمليك، ربنا عالم بالمستأجرين الأسعار هتبقى صعبة، فخلي الإيجار يبقى في متناول الجميع. طبعا احنا ما بنقولش ان الإيجار يبقى مغالى فيه، يبقى في متناول المستأجر ويدي المالك حقه، لأن المالك عليه التزامات، والعقار نفسه يا جماعة عليه التزامات، يعني العقار في كهرباء ونور ومية وصيانة وسلالم وبياض وحاجات، وزي ما بنقول كده متعرف عفشة المية والمناور والأسطح وحاجات كتير قوي. العقار محتاج صيانة، ده بيبقى اتحاد ملاك وكلهم ملاك وبيحاولوا يوقموا مع بعض، لهم كل واحد فيه ليه حصة وما بيتفقوش، ما بالك بقى صراع ما بين مالك ومستأجر وكل على حق، وكل على حق، بيضيع العقار في النص. حد بيعلق على موضوع الضرب، طبعا ده موضوع غير كفء تربويا أستاذة نبيلة، ومستنين برضو أو أستاذ نبيل مستنين تعليقات حضراتكم. شكرا ليكم على تواصلكم معنا، ومستنين هناخد تعليقات تاني، وفي الفقرة هناخد تعليقات واتصالات منكم. تعالوا بس نكمل أخبارنا. وزارة التربية والتعليم النهاردة أتاحت المواد التعليمية والتدريبية لجميع المراحل على موقع الوزارة مجانا. أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، جميع الصفوف يعني كده أفهم من أولى ابتدائي لثانوية عامة، ده المفروض يعني 2023-2024، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، في إطار حزمة من الإجراءات التي وجه بها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتخفيف على كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات للتحصيل. احنا عايزين يا جماعة بس بعد اذنكم لو جاهز ننزل على الشاشة العنوان الالكتروني للوزارة. تمام، الله ينور عليكم، قدامنا على الشاشة برضو عشان الناس تاخده وانت بتدي انها تخش. شرح مبسط للناس يساعد شوية من فكرة الدروس او المجموعات او بس انا عايز اقف عند نقطة هنا. الكلام ده جميل ورائع حلو جدا، احيانا قد يكون المحتوى رائع وهو المطلوب ان احنا نقدم محتوى يكمل دور الكتاب المدرسي ويساهم حتى في وقت الحصه اللي بيبقى قليل فيعوض، او الطالب اللي عايز اعاده للشرح مره تانية، ولكن احيانا بيكون المحتوى غير فعال، فيجب ان يكون المحتوى بكفاءه عاليه من متخصصين بيبسطوا الماده كل المواد بتاعتنا واللغات باسلوب عشان يكمل دور المدرسه، يبقى فعال مش مجرد حاجات شكليه. في ناس قبل كده شكرت في المواضيع دي لما كانت نازله، وفي ناس قالت انها برضو بنحتاج ناخد مجموعات وبرضو بنحتاج ناخد دروس. مجهود رائع وحلو جدا من الوزاره يكمل بمحتوى رائع وتبقى العمليه فعلا حاجه قويه قدام غول الدروس الخصوصيه والمجموعات عشان كل ولادنا يستفيدوا منها، ونبقى يعني ايه، ما نقولش يا ريتك يا ابو زيد ما غزيت، يبقى ابو زيد غزا وكسب المعركه ووقف قدام الدروس الخصوصيه. طيب الخبر اللي بعد كده خاص بالكنيسه وتحديدا بقداسه البابا تواضروس، اللي النهارده استقبل في المقر البابوي في الكاتدرائيه المرقسيه بالقاهره مجموعه من 80 شخص من ممثلي الاديان من مختلف انحاء العالم. المجموعه دي جت لمصر تبع هيئه، الهيئه دي اسمها الحياه الحقيقيه مع الله. المجموعه دي جايه عشان تزور مسار العائله المقدسه، وكان مع هذه المجموعه نيافه الانبا دميان اسقف شمالي المانيا ورئيس دير السيده العذراء والشهيد ابي سيفين في المانيا، والقى عليهم قداسه البابا محاضره اتكلم عن تاريخ مصر وعن جغرافيه مصر وتاثير ده على الحياه الروحانيه وتاريخ الكنيسه القبطيه ورحله العائله المقدسه. وقداسه البابا من الناس، يعني احنا مش بنجامل قداسه البابا لما نقول من اكتر الناس اللي بتعمل فعلا، او القيادات الدينيه وقياداتنا اللي بتعمل دعايه لمصر، بيستغل كل لقاء وكل مناسبه ويتكلم عن مصر مع مصريين من بره، مع مصريين من جوه، مع ضيوف اجانب، مع سفراء. فقداسه البابا هو سفير، وده يعني دور من قداسه البابا وطني رائع مش غريب عنه منذ يوم جلوسه الاول على الكرسي البابوي. وقدم لهم قداسه البابا هدايا تذكاريه على هذا، على هامش هذا اللقاء. وطبعا كان لقاء ثري زي ما احنا شايفين، وعدد كبير كان حضره في مبنى الخدمات الجديد الملحق بالمقر البابوي في القاهرة. قداسة البابا ايضا النهاردة كمان استقبل فريق كوبتيك أورفانز. فريق كوبتيك أورفانز ده هيئة بتختص بتقديم مستوى تعليمي وتنشئة شخصيات فعالة في المجتمع والكنيسة
وبتخلق جيل من المتطوعين من داخل مصر ومن المصريين في الخارج بالمشاركة مع 66 من الأباء الأحبار الأجلاء داخل مصر وخارجها في برنامج لستو وحدك، وبالتنسيق مع 184 جامعة أهلية من خلال برنامج إمناتي الغالية. الفريق ده ليه خدمات خلال 35 سنة، قدم حاجات كتير جدا 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 وحاجة رائعة ومجهود رائع. تعالوا نفهم أكتر ونعرف أكتر من أو عن فريق كوبتيك أورفانز من المهندسة نرمين رياض مؤسسة هيئة كوبتيك أورفانز. مهندس نرمين أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك فندم. عايزين نعرف من حضرتك أكتر بداية عن المؤسسة بفكرة عامة سريعة، ونعرف اللقاء النهاردة تم فيه إيه مع قداسة البابا تودروس. تمام. خط كوبتيك دلوقتي بتحتفل ب 35 سنة. احنا مصريين مسيحيين اللي عايشين بره ومهتمين قوي ببلدنا وخصوصا بالأولاد بتوعنا، ولقينا ان الأولاد اللي فقد الأب دول يعني حياتهم بيتهلهوا يعني بدون يعني خلص منهم، فبتبقى حاجة صعبة. فاحنا ركزنا على ده وركزنا على التعليم، ومن دي كمان اتوسعنا للبلدات المهمشة كمان في الصعيد، فدي كانت حاجة تانية. فنشكر ربنا احنا وصلنا في كل البرامج 75 ألف من أولادنا اللي احنا وصلنا لهم. بنعمل كده عن طريق بنشتغل مع 66 أسقف في مصر كلها بالمشاركة معاهم، وهم بيرشحوا لنا خدام متطوعين. عندنا فوق 800 خادم متطوع، وهم اللي ايه بيروحوا ويزوروا الأولاد في البيوت ونركز على التعليم. نشكر ربنا ان دلوقتي في اكثر من 7500 اتخرجوا وبقوا في الهندسه وفي الميديسن وكده. وكمان اللي احنا حاجه بنفرح بيها اكتر ان كتير من اولادنا اللي بيتخرجوا هم كمان بيبقوا خدام متطوعين وبيراعوا اطفال ثانيه. قدرت البابا دلوقتي اكثر من 20 سنه بيعددنا وبيشجعنا، يعني احنا فرحنا قوي ان هو عمل برايفت اودينس للستاف بتاع كوبتيك أورفانز، وان احنا يعني شفناه واتكلمنا معاه، وهو كمان شجعنا قوي 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 ان احنا نكمل ونستمر في الخدمه دي. تمام. باشمهندسة نرمين برضو أسأل حضرتك، هل في تنسيق وتعاون بين هيئات مصرية أخرى للوصول لأفضل الخدمات أو تحسين جودة الخدمات بصفة دائمة وتطويرها؟ تمام. سو احنا مسجلين في مصر كهيئة انترناشونال، فاحنا بنشتغل مع الجمعيات الأهلية يعني حوالي 180 جمعية، كمان مع الكنيسة. فكل ده بيبقى يعني بنقدر ان احنا نشتغل بالتعاون مع كنيسه وهيئات. تمام. مهندسة نرمين رياض مؤسسة هيئة كوبتيك أورفانز، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا المجهود الرائع، وبنشكر حضرتك على هذه المداخلة معنا، متمنين ليكم دايما كل التوفيق في هذا المجهود وهذه المشروعات اللي بتساهم مع الكنيسة ومع الدولة في خدمات كتير. شكرا ليك يا فندم. اثيوبيا رفضت التوافقات السابقة، انتهاء مفاوضات سد النهضة دون تحقيق تقدم، وهذا كان المتوقع والدائم من الدولة الأثيوبية. وعود كلام، نيجي وقت الجد. دولة مصرية ملتزمة، الدولة السودانية قدر الإمكان بتكون ملتزمة، أثيوبيا كعادتها انتهت مفاوضات سد النهضة اللي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا 23 و24 سبتمبر النهاردة بدون وصول لأي اتفاق. مماطلة، كلام ما بيتمش. مصر هتعمل ايه؟ مصر عندها حلول كتير؟ عندها حلول كتير. مصر بتتعامل وفقا لأطر القوانين وقواعد القانون الدولي؟ أيوة. مصر بتتعاون وفقا للأشقاء الأفارقة وعلاقتنا بيهم؟ أيوة. مصر دولة كبيرة وعارفة إمتى بتتدخل إزاي؟ أيوة. فعلا إحنا واثقين في بلدنا، بس وإحنا بنشوف ده وعارفين بلدنا بتتعامل إزاي وشايفين بيتم إيه من الطرف الآخر، تعالوا بقى نروح للمتخصصين ونسمع آرائهم عشان يبقى كلامنا علمي وموضوعي مش مجرد كلام. بيشرفنا ان احنا يكون معانا على التليفون دكتور عباس شراكي، استاذ الجيولوجيا والموارد المائيه بجامعه القاهره. دكتور عباس اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين الكرام. هل حضرتك اندهشت ولا ده كان متوقع ولا شايف اللي حصل ده ازاي يا دكتور عباس؟ الحقيقه هذه النتيجه متوقعه تماما، وغير كده كان هيبقى هو العكس التوقع، لان احنا شفنا في جلسه القاهره في يوم 27/28 الماضي شفنا التعنت الاثيوبي مستمر، وكان بيان وزاره الري واضح تماما ان اثيوبيا لم تتغير وما زالت مستمره على نفس النهج بتاعها. طيب احنا دلوقتي لما رحنا اديس ابابا ما هو التغيير اللي حصل؟ والحقيقه يعني هذه الاجتماعات كان يعني كانت تحتاج الى توفير مناخ يعني افضل لكي نصل الى شيء، لان بالطريقه دي احنا لو قعدنا 10 سنين اخرى مش هنصل الى شيء. احنا كان عندنا في هذه الاجتماعات كان في اطراف دوليه. ايوه. ونتذكر ان بيان مجلس الامن في سبتمبر 21 كان ذكر قال ان اشتغلنا في المفاوضات برعايه الاتحاد الافريقي في وجود اطراف دوليه تسهل من المفاوضات، وجود اطراف دوليه محايده يعني هيبقوا وسطاء، هيبقوا محايدين، يسمعوا من الاطراف ويقترحوا حلول وسط. فاحنا فقدنا هذه الاطراف الدوليه. الحقيقه لما حضرت معنا في السنوات السابقه اثيوبيا اشترطت عليهم الا يتحدثوا ولا يتدخلوا في المفاوضات، وبالتالي كانوا مقيدين ومش قادرين يتكلموا. لكن مصر والسودان اتفقوا ان لا ده مش هينفع في المفاوضات، وبالتالي طلبنا ذلك في جلسه وزراء الري والخارجيه في ابريل 2021 في كينشاسا. واثيوبيا رفضت تماما مبدا الوساطه للمره الثانيه. وقلنا طيب بلاش الكلمه دي اذا كان فيها حساسيه بالنسبه لكم، لكن وجود اطراف دوليه فعاله يكون لهم دور يتكلموا، ما ينفعش يبقوا متفرجين فقط. فاثيوبيا رفضت، وبالتالي علقنا المفاوضات، قلنا يبقى مش هنوصل لحل. دلوقتي رجعت المفاوضات، طب على اي اساس احنا رجعنا بالمفاوضات؟ هل الاطراف الدوليه اثيوبيا غيرت رايها ووافقت ان يبقى لهم دور؟ احنا فوجئنا ان الاطراف الدوليه مش موجوده اصلا. وانا عايز اسال سؤال يا دكتور بعد اذن حضرتك، هل اثيوبيا لما بترفض او بتعترض بتلحق هذا الرفض او هذا الاعتراض بمبررات ولا هو رفض لمجرد الرفض؟ هي بالنسبه لها بتقول ان ده من حقوقها وانها من حقها تستغل المياه وان النيل الازرق، هي مشكلتها انها تعتبر ان النيل الازرق نهر اثيوبي يملكه تملكه اثيوبيا بتاعها، لكن النيل الازرق هو نهر دولي مشترك بيبدا من اثيوبيا ويمر بالسودان ثم ياتي الى مصر في مياه النيل، وبالتالي تصرفاتها كلها وكان هذا نهر ملكها وهي صاحبه الحق والسياده، لدرجه ان لما حدثوا هذا العام في التخزين الرابع 24 مليار متر مكعب بيقولوا ان مفيش اي ضرر على مصر والسودان. يعني حدثوا هذه الكميه اللي هي مصر، هم يقولوا اللي يقولوه بقى، ما هو بيبص لمصلحته وهو يقول اللي يقوله، يعني واضح ان هو ما بيبصش لاطراف ثانيه. طبعا مفيش اي منطقيه في الكلام يا دكتور عباس. بالظبط، فهو من وجهه نظره ان مفيش اي اضرار على مصر، وان اثيوبيا من حقها استخدام المياه كما تشاء وتحجز كما تشاء وتقدم كما تشاء. طبعا هذا يعني كله تعنت، واحنا للاسف وشفنا بقى في جلسه اليوم ان يعني غريبه اللي ما كانش متوقع انها بتتراجع عن ما تم الاتفاق عليه سابقا. يعني احنا مش ان احنا بنتقدم ويكون عندهم مرونه وفي حلول للنقاط الخلافيه، لا ده الحاجات اللي كنا اتفقنا عليها لقينا في تراجع من جهه اثيوبيا. ده شيء عظيم. ما فيش اي نيه، يعني ما فيش اي نيه سياسيه او ما فيش اي اراده للوصول الى اتفاق، ومع ذلك يعني الطرف المصري لم يغلق الباب وقال احنا ما زال فتره الاربع شهور باقي فيها شهر ونص، وان لو في يعني تكمله جاده ممكن، لكن الحقيقه انا شايف ان اذا اثيوبيا رفضت وجود اطراف دوليه فعاله في هذه المفاوضات الا داعي لعقد الجلسات. طيب دكتور عباس، ونعلن امام المجتمع الدولي ان اثيوبيا رفضت الاطراف الدوليه، رفضت المحايد. لما يبقى في اثنين مختلفين يرفضوا شخص محايد يبقى اللي بيرفض نيته سيئه، مش عايز حد يبقى موجود ولا يشهد عليه ولا يشارك. وبالتالي الان الخطوه الان هي مجلس الامن كان عقد جلستين وقال ان هو غير متخصص في قضايا المياه وكده، وقالها ان يعني كأن ما ترجعوش تاني. طيب. ولكن احنا الان ليست في قضيه مياه، نحن الان
في قضية وجود نتيجة هذا السد فيه 41 مليار متر مكعب على رؤوس السودانيين على الحدود. هذه الكمية ضخمة جدا موجودة في بيئة جيولوجية هشة، وبالتالي هناك احتمال الانهيار موجود، واحنا بنقول الكلام ده من 12 سنة، ما بنقولوش من بعد أحداث ليبيا. وبالتالي نحن الآن نركز عليه، لأن احنا دخلنا في الجد الأول ما كانش فيه كميات، كان فيه 3 مليار 5 مليار 10، دلوقتي بقى في 41 مليار، دخلنا في الجد، واصبح السودان دلوقتي في رعب شديد، لان السد ده ممكن ينهار في اي لحظه. سواء لو حصل زلزال زي في المغرب ما حدش يقدر. ايوه طبعا ما فيش حاجه، دي حاجات طبيعيه. اسمح لي يا دكتور عباس، اسمح لي وعذرا للمقاطعة، ولكن برضو أنا عايز أستفيد بأكبر قدر من المداخلة حضرتك. إحنا متفقين أن مصر تملك طرق دبلوماسية عديدة ولها من الخبرة، وفي هذا المجال يعني ما يشهد به التاريخ إحنا واثقين منه من خبرائنا ومن رجالنا في هذا المجال، وأيضا مصر تملك من الفنيين والخبراء الفنيين العديد في ضوء ما نملكه دبلوماسيا وفي ضوء ما نملكه من خبرات مائية متراكمة عبر سنوات. حضرتك شايف ان ممكن موقف مصر يكون ايه خلال الايام القادمه؟ يعني اولا لازم احنا بنؤمن احتياجات المواطن المصري من المياه، هذا رقم واحد، بصرف النظر عن اللي بيحصل بقى اثيوبيا بتخزن بطريقه عاديه وخزنت كام كتير او قليل، ازاي نوفر المياه للمواطن دون ان يشعر باي شيء؟ وده الحمد لله بيتم الان، السد العالي الحمد لله قايم بوظيفته على بكفاءه منقطعه النظير، المخزون فيه مطمئن والحمد لله، وده راجع لجهود الدوله. أيوة. لما بنعمل ترشيد وبنعمل اعاده استخدام مياه صرف زراعي وبنعمل محطات وتكاليف كبيره لكي نؤمن احتياجات المواطن المصري من هذه المياه، هذا شيء خلاص، يبقى احنا المواطن يطمئن ان احتياجاته المائيه ان شاء الله متوفره ما فيهاش المشكله، في تكاليف صحيح ولكن متوفره. الشق الثاني بقى هو المطالبه بحقوقنا. اثيوبيا بهذا التعنت الحقيقه يعني شايف ان يبقى اللجوء لمجلس الامن مره اخرى بدعوى ان السد في خطوره شديده على حياه شعب، ده ممكن تهدد كيان دوله، يعني ممكن دوله زي السودان ممكن يحصل فيها كارثه محدش يعني قادر يعوضها. لا قدر الله طوفان لم تشهده البشريه من قبل، ربنا يستر، اذا حدث انهيار لسد النهضه. وبالتالي احنا شفنا الامم المتحده مهيئه الان للسماع اكثر من اي وقت مضى، واحنا الامين العام للأمم المتحدة في كلماته منذ أيام أمام الجمعية العامة بيتكلم عن مخاوف الأمم المتحدة من السدود على مستوى العالم بعد انهيار سدود ليبيا. ليبيا وزلزال المغرب. إعادة التقييم والمراجعة مرة ثانية. وإحنا زي ما أكدنا مع حضرتك إن إحنا عندنا من الكفاءات فنيا ودبلوماسيا نعرف ندير الموضوع دايما لصالح مصر، ولكن مصر بتدير الموضوع بحرفية ودبلوماسية ومراعاة حاجات كتير قوي، ولما يبقى في وقفة جادة مصر بتعرف تتعامل كويس جدا. دكتور عباس شراكي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. يعني أنا مش عايز أعلق تاني على موضوع أثيوبيا، إحنا بنجيب الخبرة وبنجيب المتخصصين وبنجيب الباحثين وبنتكلم وحضراتكم بتتابعوا، إحنا واثقين في دولتنا، لكن الدولة المصرية لها خطوات يجب أن تتبع، وفي حاجات الدولة بتعملها بدءا من رأس الدولة نزولا طبعا لكل المتخصصين. تعامل الدولة مع هذه الأزمة حتى الآن بتراعي كل حاجة، ولكن في وقت محدد وطبقا لرؤية معينة احنا واثقين في دولتنا وخبرتها في هذا المجال وأي مفاوضات دولية. طيب النهاردة كمان مجلس الوزراء أكد أنه لا صحة لإلغاء قرار حظر تصدير البصل لمدة 3 شهور. طلعت إشاعة ان القرار هيتأجل او هيرجى، النهاردة قالوا ان القرار هيتنفذ، مجلس الوزراء قال انه هيتنفذ من 1 اكتوبر لحد 31 ديسمبر، ان هو بس كل اللي حصل ان تم ارجاء القرار عشان طبعا بعض الحاجات الادارية لحتى بداية شهر اكتوبر حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها. نناشد جميع وسائل الاعلام ومرتدي مواقع التواصل الاجتماعي المناشدة الدائمة تحري الدقة والموضوعية، ودي لكل الناس يا جماعة، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة الخبر، ودي حاجة طبيعية في أي حاجة في حياتنا، مش أي خبر نسمعه ده للكل يعني تصدقها، ارجع للمصدر، وإذا لقيت برضو أن ما فيش حاجة ترجع، يعني لو احنا تعبنا شوية هنوصل للحقيقة في أي موضوع، يعني العملية مش ناقصة بقى مع, مع, مع كل الضغوط دي كلها أن حد بقى يجيب إشاعة ونصدقها وننشرها، لا ارجع للمصدر واعرف الحقيقة وبعد كده ننشر ونتكلم في هذا الموضوع. خلوني
قبل ما اطلع فاصل برضو اروح مع حضراتكم سريعا كده نشوف التعليقات على الموضوع بتاعنا بتاع قانون الإيجار والمستأجرين. برضو الناس بتتكلم معانا في نفس السياق ان احنا التوازن ما بين العلاقة ما بين المالك والمستأجر الاتنين ليهم حق، ده لازم يراعى وده لازم يراعى. أغلبية التعليقات في نفس النطاق السابق من كل السادة المتابعين. في الفقرة الجاية هنتكلم أكتر عن هذا الموضوع، معنا الطرفين هنسمع رأي ده وهو على حق، هنسمع رأي الطرف ده وهو على حق، وفي الآخر إحنا عايزين المصلحة العامة. لو أنا صاحب عقار أنا من حقي أن يكون دخلي يتناسب مع ما أملكه في ظل المتغيرات في الحياة اللي تمت طول السنين اللي فاتت، ولو أنا صاحب شقة برضو ما تجيش عليا جامد وتحملني بمبالغ كبيرة جدا وأنا عليا التزامات تاني وبرضو عليا نفس الضغوط اللي عليك. وهذا العقار الصامد والصامد وسط هذا الصراع ممكن يضيع في النص، فلازم العملية تتوزن بقانون يدي الطرفين حقهم ويحافظ على الثروة العقارية. استنونا في الفقرة الجاية هنتكلم كلام مهم جداً.